امتلأت قاعة السفارة المصرية بالعاصمة الكندية أوتاوا على آخرها بالناخبين المصريين اللي حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية العام 2018. طوابير الناخبين زي ما احنا شايفين في الصورة أو في الصور يعني واقفة قدام السفارة المصرية بالرغم من إيه بقى؟ تساقط الثلوج، وصول درجة الحرارة هناك لخمس درجات تحت الصفر. شهدت السفارة زحام كبير ومشهود المصريين المقيمين في كندا اللي كمان جم من أماكن بعيدة جدا، في مقدمتها تورونتو، عندنا جالية كبيرة أسمى في تورونتو، فصور طبعا مفرحة، وهي دي يعني الجينات المصرية في وقت المشاركة السياسية.